بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أخواني أيضا في جبل مرسين في تركيا، هذه هي الخلة الشيطاني أو الخلة البري حسب ما يسمونها، تختلف اختلاف بسيط جدا عن الخلة البلدي. الخلة البلدي تكون أعرض في الحجم، بالنهاية راح تكون تشكل الحبوب السوداء، بينما الخل البلدي تشكل يسمونه اللي يستخدمونه للأسنان، تشكل بذور الخل البلدي المعروفة. هاي من أجل البهاق، فيها مادة الميلانين أو تحريض الميلانين، لأنه غير موجودة في الخلة البلدي. الخلة البلدي موجودة فيها الخلين وغير موجودة فيها المادة التي تحرض على الميلانين. هاي المادة موجودة فيها، أفضل مادة محرضة للميلانين هي هذه الخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.